استخدام سكايب وزوم وجوجل ميت ومايكروسوفت تيمز بأمان لتقديم الخدمة عن بعد. على الرغم من أن جائحة كوفيد قد قيدت تحركات الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل، إلا أن التكنولوجيا تمكننا من مواصلة العمل لدعم الأطفال وأسرهم. تتيح لنا خيارات مكالمات الفيديو مثل سكايب وزوم وجوجل ميت ومايكروسوفت تيم مواصلة إدارة الحالة والبرمجة التعليمية، إلى جانب التدريب عن بعد والتوجيه والإشراف. دعونا نلقي نظرة على إيجابيات وسلبيات كل منصة وكيف يمكننا استخدامها بأمان. يعد سكايب مفيداً حيث يمكنك إنشاء حساب مجاناً وإجراء مكالمات فيديو ومكالمات جماعية غير محدودة مع حسابات سكايب الأخرى. التشفير الكامل للرسائل والمكالمات يعني أن المحادثات خاصة وآمنة، وهناك إعدادات أمان إضافية تلقائية للحسابات التي يستعملها الأطفال، بما في ذلك السماح فقط للأشخاص الموجودين في قائمة جهة اتصال الطفل بالاتصال بهم أو إرسال رسائل إليهم، إخفاء معلومات العمر وتاريخ الميلاد والجنس في حسابات الأطفال، وإخفاء الأطفال في نتائج البحث ما لم يتم البحث عن اسم المستخدم الخاص بهم بالضبط. ولكن هناك بعض مخاطر السلامة المحتملة عبر الإنترنت المرتبطة بسكايب. باستثناء الأطفال، يمكن البحث عن جميع المستخدمين ويمكن أن تصلهم رسائل من أشخاص لا يعرفونهم، ويمكنك بسهولة إنشاء حسابات مزيفة دون الحاجة إلى التحقق من الهوية. لحسن الحظ، هناك طرق لإعداد حسابك بشكل آمن. يمكنك القيام بذلك عن طريق تقليل كمية المعلومات الشخصية المتوفرة في الحساب الخاص بك. للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات، الحساب وملف التعريف، ثم ملف التعريف الخاص بك. قم بإزالة أي بيانات غير مطلوبة مثل الموقع وتاريخ الميلاد والجنس وتفاصيل الاتصال. تستطيع أن تضمن أن صورة ملفك الشخصي لا تحدد هويتك من خلال استخدام صورة رمزية أو شعار بدلاً من الصورة الشخصية. في إعدادات الملف الشخصية، يمكنك ضبط ما إذا كان يمكنك العثور عليك في عمليات البحث التي لا تتطابق مع اسم المستخدم الخاص بك. بمجرد الانتهاء من الإعداد، تذكر ما يلي: احصل على موافقة من جميع المشاركين وأولياء أمورهم أو مقدمي الرعاية إذا كانوا أطفالاً قبل إضافتهم كجهة اتصال أو إضافتهم إلى دردشة جماعية. تأكد من أن لديك مضيفاً مساعداً ومن مشاركته في كل دردشة جماعية ومكالمة. أضف جهات الاتصال التي تعرفها وتحتاجها للبرنامج. أرفض جهات الاتصال غير المتوقعة أو غير المعروفة. احظر جهات الاتصال التي تشارك أو تطلب محتوى غير لائق، ولا تشارك البيانات الشخصية أبداً أو الصور أو كلمات المرور أو غيرها من المعلومات الشخصية. قم بالإبلاغ عن هذه الطلبات من خلال مؤسستك. دعنا ننتقل إلى زوم. بعض مزايا اختيار زوم هي: يتم إنشاء جميع الحسابات على أنها خاصة بشكل تلقائي، لا يتم تسجيل معلومات موقعك أو مشاركتها، يمكن إيقاف ميزة الدردشة الفردية. الميزات الإضافية مثل الغرف الجانبية مفيدة لأنشطة بناء القدرات، وتتمتع حسابات التعليم والأعمال بميزة الإبلاغ عن المشاركين، مما يسمح لك بالإبلاغ عن أحد المشاركين بسبب سلوكهم غير اللائق. مخاطر الأمان عبر الإنترنت المرتبطة باستخدام زوم هي: لا تتوفر رقابة أسرية محددة، يمكن للمضيف والمضيف المساعد فقط الإبلاغ عن التعليقات وإزالة المشاركين، قد يكون هناك حاضرون غير مدعوين إذا لم يتم وضع الإعدادات المناسبة، والمكالمات الجماعية في الإصدار المجاني محدودة بـ40 دقيقة. للمكالمات الأطول يجب أن يكون لدى المضيف حساب زوم مدفوع. هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لاستخدام زوم بأمان. قبل مكالمتك، ضع كلمة مرور لحضور الاجتماع. سيسمح هذا للمدعوين الذين تلقوا كلمة المرور فقط بالانضمام إلى المكالمة. للقيام بذلك، قم بتسجيل دخول لوج إن إلى حساب زوم الخاص بك، وانقر فوق الاجتماعات ميتينجز وابحث عن الاجتماع الذي تريده، ثم انقر فوق تعديل أدت تحت بند الأمان سيكوريتي. ضع رمز مرور. ضمن الأمان سيكوريتي، بإمكانك تفعيل غرفة الانتظار Enable Waiting Room لقبول أو رفض الأفراد الذين يحاولون دخول الاجتماع. أثناء مكالمتك، يجب عليك تعيين أحد زملائك كمضيف مساعد Co-host لمساعدتك في متابعة وإدارة أي سلوك غير لائق. للقيام بذلك، انقر فوق المشاركون Participants وحدد المشارك الذي تود تعيينه في القائمة، ثم انقر فوق More وقم باختيار Co-host. تستطيع تحديد من يمكنهم مشاركة شاشتهم من خلال النقر على السهم بجوار أيقونة Screen Share، ثم النقر على خيارات Advanced Sharing Options
تحت بند Who Can Share حدد المضيف فقط Only Host. يمكنك تحديد من يمكنه الدردشة مع من. انقر على Security وتحت السماح لمشاركين Allow Participants to قم بإلغاء تحديد الدردشة Chat. أثناء مكالمة زوم بإمكانك النقر فوق علامات الحذف لتحديد ما إذا كان يمكن للمشاركين الدردشة مع بعضهم البعض أو مع المضيف فقط أو كليهما. يمكنك تغيير الأعدادات الأخرى أو تعليق أنشطة المشارك Suspend Participant Activities لإيقاف العناصر التفاعلية للمكالمة مؤقتاً أثناء الإبلاغ عن أحد المشاركين أو إزالته. أخيراً، تذكر الحصول على الموافقة قبل أن تقوم بتسجيل أي جزء من مكالمتك. منصة أخرى هي Google Meet. بعض أسباب اختيار Google Meet هي: تتوفر حسابات مجانية مع حساب جوجل والتي يمكن إعدادها مجاناً. مكالمات الصوت والفيديو مجانية مع مدة غير محدودة. يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن السلوك المسيء مباشرة في المنصة. الميزات مثل الاقتراع والغرف الجانبية والأسئلة والأجوبة مفيدة لجلسات بناء القدرات. تتمثل مخاطر الأمان عبر الإنترنت المرتبطة بتطبيق جوجل ميت فيما يلي: لا يعتبر المحتوى المشترك آمناً ويمكن الوصول إليه من قبل أطراف ثالثة. للانضمام إلى مكالمة يجب أن يكون لدى كل مدعو حساب جوجل، ولا يمكن تأمين المكالمات والاجتماعات بكلمة مرور. لاستخدام جوجل ميت بأمان، من الأفضل تعيين حدود معينة تستطيع تحديد من يمكنه الانضمام تلقائياً من خلال قائمة الضيوف. للقيام بذلك، افتح الحدث في التقويم الخاص بك وانقر فوق علامة التبويب المدعوون. بإمكانك أيضاً تحديد من يمكنه مشاركة شاشتهم في مكالمة الفيديو عبر تطبيق جوجل ميت. انقر على عناصر التحكم في المضيف أسفل الشاشة Host Controls وانقر لتشغيل مشاركة الشاشة أو إيقاف تشغيلها. في نفس الصفحة يمكنك أيضاً تحديد من يمكنه الدردشة مع من. انقر فوق Host Controls عناصر تحكم المضيف أسفل الشاشة ثم انقر لإيقاف تشغيل دردشة المشاركين. أخيراً، دعنا نلقي نظرة على مايكروسوفت تيمز. يتوفر مايكروسوفت تيمز بدون رسوم إضافية لما يصل إلى 300 مستخدم في مؤسسة لديها حساب مايكروسوفت 365. لا تقوم المنصة بتسجيل بيانات الموقع مكان التواجد أو مشاركتها، ويمنحك خيار إنشاء قناة فريق تيم تشانل، مما يسمح لك بمشاركة الملفات وتسجيل ملاحظات الاجتماع ومشاركتها والدردشة ونشر الإعلانات. لكن هناك بعض المخاطر. لا يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن مخاوفهم أثناء المكالمة أو الدردشة، ولا يمكنك تعطيل الدردشات الفردية أو مشاركة الصور والفيديو. كيف يمكنك استخدام مايكروسوفت تيمز بأمان؟ للبدء، يمكنك تنشيط خدمة ردهة الانتظار Activate the Lobby، بحيث يمكنك لوحدك الدخول إلى الاجتماع مباشرة. يمكنك بعد ذلك التحكم في دخول الأشخاص الآخرين إلى الاجتماع. للقيام بذلك، ابحث عن الاجتماع في تقويم تيمز الخاص بك أو انتقل إلى دعوة الاجتماع وحدد خيارات الاجتماع Meeting Options. ضمن من يمكنه تجاوز الردهة Who can bypass the lobby؟ حدد أنا فقط. بإمكانك أيضاً تحديد من يمكنه التقديم من خلال جعل نفسك والمضيف المساعد كمقدمين Presenters، وجعل جميع المشاركين حاضرين Attendees في خيارات الاجتماع Meeting Options. قم بتغيير من يمكنه التقديم Who can present إلى أنا فقط Only me، أو إلى أشخاص محدودون Specific people، وحدد نفسك ومضيفك المشارك. تأكد من أنك أيضاً تنهي الجلسة بشكل صحيح، بحيث تتأكد أن جميع المشاركين قد تركوا المكالمة وأنهم لم يستمروا بالحديث دون إشراف. للقيام بذلك، انقر فوق المزيد من الخيارات More Options في عناصر تحكم الاجتماع Meeting Controls، ثم إنهاء الاجتماع End Meeting. عندما يتعلق الأمر بجمع مجموعة من الأشخاص معا لإجراء مناقشات أو تدريب أو إشراف عن بعد، يمكن أن تكون منصات الاتصال عبر الفيديو والتطبيقات أدوات مفيدة للغاية، بشرط استخدامها بأمان.